كنوزينا يصبح البنا على كنوز فدوة تسلم عليكم وللكوجينة تجيكم كنوزينا. إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والخير. احنا كيما عودناكم كل يوم إن شاء الله في كنوزينا تجيكم فدوة وتعطيكم إدبارات اللي تستحقوهم في شهر رمضان. هاوكا حاولوا ركزوا معنا فيهم الكل. إذا كان فما حاجة ما فهمتوهاش وإذا كان فما حاجة تحبوا تعرفوها كيفاش تخليونا كومنتير على الباج فيسبوك. اليوم اخترنا باش نعملو لكم عين اسبانيورية. العين اسبانيورية كيفاش نحضرها؟ سهلة برشا. الماكلة هذه تونسية بالأساس وبنينة خاصة في شهر رمضان، تزينوا بها الميدة وقت شقان الفطر. ناخذوا ثلاثة كعبات عظم نصمتوهم، ناخذوا ورقة بابية ألمنيوم نحطوا فوقها شوية زيت باش ما يشدناش اللحم المفروم، ونحطوا فوقها اللحم المفروم الكل نمدوه بالطول ونملحوه ونفوحوه بشوية فلفل أكحل وشوية فاح متاع الدجاج حسب الاختيار متاعكم انتوما. عنا برشا فاحات متاع الدجاج. من بعد نجيو لك اللحم المفروم إذا كان تبلناه وفوحناه وهو محطوط فوق البابية ألمنيوم، نحطوا فوقه كعبات العظم نرصفوهم ثلاثة لاصقين في بعضهم ونلفوا عليهم ورقة بابية ألمنيوم، يعني نلفوها على اللحم، ونحضروا معهم فيه ماء وزيت وكركم. بعد ما لفينا اللحم المفروم في البابية ألمنيوم نحطوه في كل معون هذاك يطيب في الماء والزيت والكركم، يعني صوص زعرة، نخليوه يطيب يشد روحه بالكدي. ومن بعد نحلو هكا البابية ألمنيوم وباش نقصوا اللحم المفروم تاعنا باش يجينا في شكل روندليت دي سيركل اللي هما عين اسبانيورية. هذه طريقة الأعداد سهلة وماهيش صعيبة. شوية عظم، لحم مفروم، ملح، فلفل أكحل، ماء وزيت وكركم، وتنجموا تطيبوا وتحضروا عين اسبانيورية اللي هذه أول وصفة اخترناها لكم لليوم في إدبارتكم. كيف كيف اخترنا مع عين اسبانيورية اليوم نعطيكم طريقة الأعداد متاع البريك الدنوني. تسألتون عليه كيفاش يتعمل. البريك الدنوني هو بريك تونسي بالأساس يرتكز على العجينة متاعه. إذا كان العجينة باهية الحشو سهل برشا، يشبه للحشو متاع البريك العادي. المكونات متاع العجينة، ناخذ 200 غرام فارينة، ناخذ كعب عظم، 3 مغارف كبيرة زيت، نص مغارفة صغيرة ملح وشوية ماء. بالنسبة للحشو باش نستحقو 4 كعبات عظم مسموتين، شوية معدنوس مفروم وشوية بصل مفروم، شوية فلفل أكحل، كركم، مغرفة زيت زيتونة، واللحم يكون مقلي وإلا يكون مسموط حسب انتم شنو تحبوا، سكالوب ولا اللحم اللي باش تحطوه. التحضير أو طريقة الأعداد، باش نبداو بالعجينة. أول حاجة باش نخلطو المكونات متاعنا متاع العجينة اللي هما الفارينة والعظم والزيت والملح والماء، هذوم الكل نخلطوهم مع بعضهم باش نتحصلوا على العجينة. نحاولوا نخلطوا المكونات ونعجنوا العجينة متاعنا بالكدا حتى لين تولي طرية، نخليوها وقتها ترتاح لمدة نص ساعة. من بعد نحلو في وسط العجينة هكا فتحة صغيرة ونقسموها لدويرات صغار، ناخذوا كل دويرة ونحلوها ونحطوا فيها الحشو، ومن بعد نثنيوها على اثنين وننزلوا عليها بالفرشيطة باش تتسكر وما يخرجش الحشو كي نجيو باش ندخلوها في الفور. هذه بالنسبة للبريك الدنوني لليوم. نجمو نطيبوه في الفور وإلا تنجمو تقليوه حسب الراحة متاعكم انتوما وحسب انتوما شنو تحبوا. ساعات نعرفوا في شهر رمضان منحبوش نكثروا من المقلي برشا ونقولوا ماذا بينا تكون حاجة في الفور حسب انتوما شنو تختاروا. هذا بالنسبة للبريك متاع الدنوني. وبالنسبة لعين اسبانيورية اليوم اخترنا انكم تزينوا بيهم الميدة متاعكم وقت شقان الفطر. نجموا تعملوا معها سلايطة خضرة، نجموا زاد تعملوا معها حاجة جاري وتاكلوا وصحة وبشفاء ليكم الناس الكل. وين فدوى؟ ما عاش بكري عليا، النهار راح. تستنيني في كنوزينة غدوة وصحة وبشفاء. كنوزينة.